مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في الجزء الأول من البرنامج نخصصه دائما لموضوع البيروقراطية التي أفسدت المكاتب وأفسدت الإدارات وأغضبت الرئيس عبد المجيد تبون بشكل كبير جدا. ومدام أن الرئيس غضب فهذا يعني أن الأمر أصبح لا يطاق وأصبح مزعج لدرجة بات من الضروري اتخاذ علاجات وقرارات جديدة تحد من هذه الظاهرة. وهذا ما ينتظره الشارع الجزائري، وحتى برقية وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت هذا الكلام، ذكرت بأنه بات من الضروري اتخاذ علاجات جديدة. أيضا نناقش هذا الأمر مع ضيفي هنا في الاستوديو وعضو مجلس الأمة عن الجزائر العاصمة السيناتور ساحلي محمد أمين. مرحبا بك أستاذ محمد أمين. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكرك على الاستضافة. شكرا جزيلا. كريم. بارك شكرا الله جزيلا لك. الرئيس إن شاء الله الرئيس من حقه أن يغضب أستاذ ساحلي، مدام يراك أمور كثيرة على أرض الميدان تزعج المواطن الجزائري بالدرجة الأولى، وتعرقل أيضا مسار التنمية الذي يسير عليه الرئيس عبد المجيد تبون. البيروقراطية تقريبا موجودة في كل مكان، ووصلنا إلى مرحلة أن المواطن أو الموظف يتلذذ لما يعرقل يعني مصالح المواطنين، يعني جزء من الموظفين وليس كل، لأن هناك الكثير من الموظفين الشرفاء. هل بات من الضروري اتخاذ علاجات قرارات عاجلة للحد من هذه الظاهرة أستاذ ساحلي؟ شكرا أستاذ. على كل حال اليوم رانا في الذكرى 24 فبراير، هي ذكرى تأميم المحروقات فعلا، وأيضا الذكرى 4 للحراك المبارك. نولي لسؤالك أستاذ باش نكونوا في الصورة وباش نمدوا حقائق الشعب الجزائري. ما يخفلكش باللي سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون هو المنتخب رقم 1. فعلا سيد الرئيس جاء في برنامج، في البرنامج تاعو لإصلاحات كثيرة. باش نكونوا موضوعيين نولي لك شويه للوراء. يوم تنصيب سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر 2019، قال كلمتين اثنين. قال اسم الفخامه نحوه حتى رئيس الجمهوريه، قال قيموني. يعني شو من التواضع تاع سيد رئيس الجمهوريه، قال رئيس الجمهوريه وقال قيموني. اليوم رانا نعيشوا في مرحله. على كل حال سيد رئيس الجمهورية هو راه قريب جدا جدا للشعب الجزائري، وكل التقارير وتقريبا هو الذي يحاضر. نعم. بشكل كبير لصالح المواطن ورفاهية المواطن. نعم أساسا. نعم. سيد رئيس الجمهورية يعني جاب برنامج من حتى التعهدات 54 الذي جاء بها. سيد رئيس الجمهورية راه غاضب، وغاضب جدا، وهو كما نقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. حنا رانا نشوفوا البيروقراطية اللي أصبحت العدو اللدود، ولات سرطان بالنسبة للجزائر. مؤخرا نهار تكلم سيد رئيس الجمهورية مع الصحافة، واللقاء اللي صرا والمشكل اللي صرا في مطار بالعبارة هذيك، كاين ناس راهي تعرقل مسار تاع التنمية ومسار تاع سيد رئيس الجمهورية. أنا نقول لك بكل صراحة، كاين حتى ناس مشريين من الخارج مباشرة. أما أنا نقول لك بكل صراحة يضربوا في الاستقرار تاع الجزائر. لماذا؟ الهدف هو ضرب استقرار الجزائر. نعم نعم نعم. باش نقول والحد من مسار التنمية الذي يمشي فيها، أو أنه البعض يقول لك هو يعني سوء فهم أو تقدير من هؤلاء الموظفين، هم متقاعسون، يعني هم لا ما عندهم ما يعطوا للتنمية في البلاد. شوف خاصة المشكل البيروقراطية اللي صار هنا في الجزائر، البيروقراطية راهي في الجماعات المحلية، راهي البيروقراطية اقتصاديا، راهي رياضيا، راهي يعني تعمت على كل المجالات، يعني على كل المجالات. ولهذا سيد رئيس الجمهورية راه غاضب كثير. ما تنساش سيد رئيس الجمهورية دار لقاء الحكومة مع الولات. فعلا مع لقاء الحكومة مع الولات، وعطاهم الورقة البيضاء وقال لهم راكم رؤساء حكومات في الولايه تاعهم. لكن باش ما نجملوش والظلم ظلمات يوم القيامه، كاين اللي راه سيد رئيس الجمهوريه صرا له في براج.
احنا كرهنا من الفبارج هذا في العشريه السوداء. كاين الناس ما راهيش تمشي مع سيد رئيس الجمهوريه سواء في الوزارات. احنا باش ما نعموش باش يكون كاين ناس نزهاء كاين ناس شرفاء ماشي على الكل. نعم النقطه تاع سبب الغضب تاع سيد رئيس الجمهوريه هو ادرى في بعض من القطاعات ولا من الولات. فعلا هو ذكر بانه خاصه ويلعب على عامل الزمن استاذ ساحلي الاجال المحدده ويذكرون الارقام التقريبيه الارقام من المفروض ان يكون هناك لما يكون هناك مشاريع ارقام دقيقه حتى تكون هناك قرارات دقيقه ونتائج دقيقه وليس ارقام تقريبيه ونبني فقط هكذا امورنا ومستقبلنا على امور غير واقعيه وغير ثابته. الان هل بات استاذ قلت لك نعاود نولي السؤال الاول يجب ان نذهب الى قرارات شجاعه قرارات صارمه وقرارات في اقرب وقت استاذ؟ نعم سيدي الكريم. وش حبيت نقول لك سيد رئيس الجمهورية في لقاء ما قبل الأخير مع الولات مع الحكومة والولات كان صريح قال لهم اللي يقدر يخدم مرحبا اللي ما يقدرش يسامحنا وانا هنا من هذا المنبر ما فيها حتى عيب يعني تماطلت بزاف الأمور. قلت لك الرئيس الجمهورية جاب برنامج وراه منتخب الأول منتخب تاع الشعب يعني والسيد راح لف في كتاب الله الناس ما تشوش يعني سيد رئيس الجمهورية النظرة تاعو اللي ما كاش. أنا نقول لك كاين اللي غلط على كيما نقول لك بالنية وكاين جهات متعم اللي راهي تعرقل. ما تنساش باللي احنا يا رانا مستهدفين من الداخل ومن الخارج. ممتاز. يعني الأعين كاع راهي على الجزائر. الناس أنا فاش الحاجة اللي تغيضك هادو الإطارات المدراء المركزيين يعني الدولة الجزائرية رباتهم قراتهم كدا ورانا نشوفوا فيهم في كل المجالات. لازم الضرب يد من حديد. هذه هي الحقيقة. الضرب بيد من حديد ما هو هذا الضرب بيد من حديد؟ هل هو العقاب؟ هل هو العقاب يعني لما شخص يتقاعس في أداء المهام لما شخص لا يريد أن يعمل لا يريد أن يقدم لا يريد أن يتقدم حتى إلى الأمام هنا الردع تقصد الردع ما تعتقدش بأنه ربما قد يعني نزيدوا الأمور طينة بلة كما يقال ولما يقول لك ناس تزيد تخاف تزيد تتواطأ وتتقاعس أكثر؟ على كل حال الحمد لله على كل حال الإنسان باش يكون صريح. احنا رانا في الجزائر الجديدة احنا باش تكون جزائر جديدة لازم تكون بذهنيات جديدة بقوانين جديدة. سيد رئيس الجمهورية راه مش يزيد يا أخي الكريم قال باللي اللي يقدر يتفضل سواء الوزارة سواء الولايات سواء المدراء كدا اللهم بارك يعني والله العظيم يعني هل وصلنا إلى هذه المرحلة أنه الشخص اللي ما يقدرش يروح ما زال ما شفناهاش اللي عاجز عن أداء وظيفة ما أو أداء مهمة ما يروح يسهل يقول يودي أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة؟ أخي الكريم احنا كمنتخبين من طرف الشعب وحنا أبناء حي أحياء شعبية ومنتخبين كلك مثال على الجزائر العاصمة احنا رانا جايين من حي شعبي ورانا متربيين كاع مع هذا. احنا الدور تاعنا تشريعي نعم رانا نلحقوا ورقابي على نعم 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 رانا يعني المشاكل للسادة الولات المنتدبون اللي كذا رانا احنا نعاونوا فيهم. كاين اللي راه فاتح البيبان ويسمع كاين اللي والله ما على بالوش بيك يعني احنا الدور تاعنا احنا رانا نعاونوا فيهم ورانا نعاونوا في بلادنا. الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع. كاين بعض البيروقراطيين سمحهم الله وش تحبني نقول لك؟ أقولها وأكررها لازم الضرب بيد من حديد. يا أخي الشعب راه على كل حال ما الإنسان سيد رئيس الجمهورية باش نكونوا صرحاء. كلمة الحق كلمة الحق والظلم ظلمات يوم القيامة. سيد رئيس الجمهورية عنده ثلث سنوات بالعامية نقولها لك دور كانت البلاد داخلة في حيط. الحمد لله بفضل الحنكة تاعو بفضل المؤسسة العسكرية سيالي جيش التحرير يعني اللي كانت واقفة كما قالها اليوم سي المجاهد صالح قوجيل ولا قطرة تاع دم ساحت. يعني بالرغم من المتربصين من اللي راهم حاقدين على الجزائر
وخاصة على القضية الفلسطينية. نعم فعلا. على القضية المشرفة للدولة الجزائرية وعلى رأسهم السيد عبد المجيد. وليس فقط حتى القضية الفلسطينية، حتى القضية الصحراوية. نعم أيضاً. حتى القضية القضية الصحراوية وكل القضايا العادلة في العالم. وكل القضايا العادلة وإحنا من وإحنا الحمد لله. أستاذ أنتم كبرلمانيين تلاحظوا بأنه ربما هناك بطء في تنفيذ برنامج أو التعليمات التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون على أرض الميدان، تراقبون أنتم دوركم الرئيس ومراقبة عمل الحكومة أستاذ. عمل الحكومة نعم. ماذا تلاحظون؟ على كل حال احنا ما بين علاقة البرلمان بغرفته هي مع مراقبة الحكومة، وعلى وخاصة احنا واش نقول باش نكون معك صريح جدا، احنا في الجزائر الجديدة. اريد صراحتك استاذ. انا صريح معك، احنا رانا حجم يعني الغيرة تاعنا للوطن هذا والغيرة تاعنا لهذا الشعب. ما تنساش باللي الشهداء قدموا النفس والنفيس باش نعيشوا احرار كرام، فهمني. على كل حال الدور البرلمان بغرفته تشريعي رقابي يعني معك مع الحكومه، وكذلك حتى انت ايضا نشكر السيد الوزير الاول اللي زاد تعليمات للساده الولاد لكل النواب في الولايات تاعهم ونمدوا الانشغالات بكل صدق وبدا استقبال. لكن 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 الحاجه يعني كما نقولوا بالعمية يعني اللي تغيطك ما لقيناش اذان ساغيه، كان بعض الولات ولات منتدبون وكذا ومسؤولين في التليفون ما يرفدش عليك. تقول راح تقول له حاجه شخصيه. على هذه انا واش نطلب؟ انا كنهضر باسم الشعب اللي انتخب علينا. انا نطلب من السيد رئيس الجمهوريه اعاده برواله واعاده النظر النظر والضرب بيد من حديد بالنسبه لها بالنسبه لحد من هذه البيروقراطيه اللي قلنا بانه مست الكثير، يعني مست حياه المواطن، مست المحافظات العقاريه ربما تطيل في تشهير العقار في بعض الاحيان، مست الجماعات المحليه كما قلت البلديات ومختلف حتى في الاقتصاد استاذ. الاقتصاد ايضا هناك الكثير، وذكر الرئيس قضيه الاستيراد بانه لم يمنع الاستيراد كليا وانما هناك اعاده تنظيم لهذا الاستيراد لكي لا تقع فوضى، لاننا سجلنا في وقت سابق تضخيم للفواتير بشكل كبير، مليارات الدولارات هربت للخارج. وذكر الرئيس بانه لما نقول هيبه الدوله لا يعني التسلط، اننا نمارس السلطه بتسلط، نمارس السلطه باحترام بتقدير، والمواطن هو راس مال المسؤولين. نعم. إذا راحت لك في الجانب الاستيراد وكذا، سيد رئيس الجمهورية هدر على الاستيراد وراه يقول عن يعني الاستيراد كي نكونوا في الاكتفاء الذاتي، كاين بعض المواد وبعض الحاجات يعني اللي يعني ننتجوها محليا نصنعوها محليا وطن. والحمد لله عندنا مصنعين جزائريين كفاءات يعني ما شاء الله، ولكن اللي راهي ناقصه سيد رئيس الجمهورية ما قال حتى حاجة في هذا الشأن. فعلا. نعم. كوني نقول لك هناك ناس راهي تضرب في قرارات الرئيس. هادو ناس راني نقول لك عليهم فعل متعمد يعني. متعمدين نعم، ماني نقولها لك باللي متعمدين، وجزائريين وخارج جزائريين. حتى الطبقة السياسية، حتى الطبقة السياسية ما كانتش ماهيش مع سيد رئيس الجمهورية بكل صراحة، نهضروها بكل صراحة، وخاصة الأحزاب العريقة. جيد. أيضا هناك نشاهد ظاهرة قضية أيضا محاولات لسحب الثقة من رؤساء البلديات من طرف الأعضاء في بعض الأحيان، ومن طرف أيضا حتى جماعات ضاغطة من خارج البلدية تحاول السيطرة على البلديات، وهذا أيضا ربما يعرقل من مسار التنمية، يعرقل من مسار الرئيس في الميدان. نشاهد يوميا بلديات كبيرة، بلدية عريقة، حتى هنا في العاصمة ربما بلدية يعني تهددها شبح الانسداد. نعم سيدي الكريم، قلت لك احنا منتخبين في مجلس الأمة، احنا انتخبنا في الشعب العاصمي في المجلس الشعبي الولائي، ومن بعد جات انتخابات تاع تجديد النصفي لمجلس الأمة، باش احنا رانا منتخبين وانتخبونا هذو الأعضاء. احنا في الجزائر عندنا 1000 الأعضاء المنتخبين. بارك الله فيك، نحن الأقرب إليهم، نحن لنا نشوفوا
مشكل الانسداد. مشكل الانسداد ايضا ربما يعتبر نقطه من نقاط عرقلت. نعم سيدي الكريم، ما تكون ما نقدروش تكون تنميه محليه بدون منتخبين محليين. جيد ممتاز، يعني باش نكونوا صراحه لما تكون بلديات منسده وكذا حتى برنامج الرئيس لا يمشي. يعني نعم 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 واكيد حتى في الانسداد، حتى في الانسداد كنا صريحين في الانسداد، كاين بعض الولات المنتدبون عندهم ضلع في الانسداد، يدخلوا روحهم في بزاف الامور اللي خطيتهم. نعم الوالي المنتدب، تا ولي منتدب دي تيقت سيد رئيس الجمهوريه وراك يعني الوالي المنتدب لا يدخل في الصراعات، لا يدخل في الصراعات بين المنتخبين. انت يا اخي انت بالمشاريع، انت بالبرنامج، انت بالثقه الذي وضع فيك سيد رئيس الجمهوريه. يعني كاين بعض وكاين بعض الولات المنتدبون ما نقدرش نسمي لك، يعني اتصلوا بينا وكانوا انسداد وعاوننا وكنا يعني وعاودوا رجعت البلديات. نبقاو المشكل حتى اخي الكريم، حتى احنا فرحنا بتعيين السيد مراد وزير الداخلية اللي عنده خبرة وعنده تجربة وكان ناجح نهار ثقة السيد رئيس الجمهورية في مناطق الظل، وكان في البيان السياسة العامة مع السيد الوزير الأول. يعني حكي قلنا له يعني شوف، يعني نولي لك الوراء برك، شوف رئيس الجمهورية كي جاء إنسان منتخب قولنا ست بلديات يعني في تيزي وزو في بجاية ودار الصندوق، يعني سيد رئيس الجمهورية يعني لا يعقل، لا يعقل هذو المنتخبين، هذو المنتخبين الذي لبوا النداء تاع سيد رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة، جاو لقاو أمر آخر. حتى المشكل العويص والكبير هي في الإدارة، صدق قول تصدق في الإدارة. ويجب أيضا إيجاد حل لقضية هذه البلديات، ربما حتى بلدية في العاصمة لا أريد تسميتها مثلا المحمدية، هناك انسداد يعني صراحة في بعض البلديات الأخرى. إلى متى هذو مثلا الأعضاء مثلا في الأغلبية يمارسون الابتزاز على رئيس البلدية، يمارسون إذا ما كانش مصالح يعني متطابقة يقول لك أنا نخرج اللي في المعارضة وندير انسداد. هذا الأمر أيضا يجب النظر فيه لأنه يعرقل مسار التنمية بشكل مباشر. نعم سيدي، والبلدية هي الحلقة الأولى للتواصل مع المواطنين. بارك الله فيك، يعني سؤال وجيه، كاين بعض الأمورات الشخصية من بعض النواب اللي يضغطوا على رئيس المجلس الشعبي وما يقدرش يلبيها لهم، وكاين ورانا نعرفوا ورانا نشوفوا كاين حتى قوى غير دستورية على برا، أصحاب المصالح لي بروموتور، أصحاب المشاريع، هم كاين هما اللي كما يقول لك اللي يديروا البلبلة بين النواب وكذا الدنيا، ومصالح الأمن على بالهم بهم. حان الوقت للضرب يد من حديد، كل واحد لازم يدي حقه في هذه الجزائر الجديدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جيد. وأعتقد بأن الشارع الآن بعد برقية وكالة الأنباء الجزائرية ينتظرون قرارات حاسمة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون للحد يعني ومن هذه البيروقراطية. القرارات يجب أن تكون أستاذ ساحلي. على كل حال بصفتي يعني ابن الشعب وبصفة منتخب عن ولاية الجزائر العاصمة، يعني الغضب تاع سيد رئيس الجمهورية يعني الشعب الجزائري تقبلها بكل ارتياح. ممتاز. سيد رئيس الجمهورية والله غير بدون مجاملة، واحد يدي كيما يقول لك بالدرجة يدي الشبر معاه، سيد عنده النية به جاي يخدم، هذه مفروغ منها. سيد جا عنده النية، سيد رئيس الجمهورية هو اللي على باله واش من القطاعات اللي راهم يعني فيها خلل كبير، سواء في الوزارات، سواء في الولاد، سواء في الولات المنتدبون، سواء في المدراء المركزيون. لأن الرئيس تكلم أستاذ ساحلي على مجموعة من المشاريع، تكلم على السد الأخضر أين وصل الآن، أين وصل مثلا مجمع الهندسة الريفية في تطبيق هذا البرنامج، تكلم على الرقمنة أين وصلت الوزارات في تجسيد الإدارة الإلكترونية، وتكلم على الكثير من الأمور. وكان بالإمكان أننا نذهب إلى هذا في بعض الأحيان، مثلا ميزانيات بعض القطاعات صرفت وكان من المفروض أن تكون الرقمنة أيضا جزء مهم من هذه الميزانية التي تصرف على القطاعات لكي يتجسد هذه البرامج، وهي سهلة في نهاية المطاف لأن العالم يتطلب هذا الأمر. أستاذ ساحلي، أستاذي الكريم، نعود نرجع لك شوية للوراء، يعني فيما يخص الرقمنة أنا أظن
لازم إعادة لازم إعادة ممتاز. الرقمنة من جديد، لازم يشاركوا رؤساء البلديات، المجتمع المدني، لازم تكون لها ميزانية وتكون لها وقفة حقيقية باش نكونوا في رقمنة يعني حقيقية. في 30 ثانية كلمة أخيرة أستاذ، باش واش حبيت نولي للسؤال تاعك أخي الكريم. احنا رانا مع سيد رئيس الجمهورية، احنا ربونا تربينا مناضلين وليس موظفين ولا تجار. اللي يتكلم معك مناضل سياسي وليس بتاجر سياسي ولا موظف سياسي. شكرا جزيلا. احنا ربونا مجاهدين وتربينا على يد رجال، علمونا ثقافة الدولة. شكرا جزيلا. الدولة ثقافة الدولة، السلطة عندما تصيب نقولوا أصابت، وعندما تخطئ نقولوا أخطأت، ونمد حلول إن شاء الله. نعم، هذا هو المطلوب على كل حال من الجميع وليس من الجميع. منك في الأخير شكرا جزيلا لك عضو مجلس الأمة عن الجزائر العاصمة السيناتور ساحلي محمد أمين، شكرا جزيلا لك. في الجزء الثاني مشاهدينا نفتح موضوع تأميم المحروقات في الذكرى 67. بعد الفاصل مشاهدينا مع الدكتور مراد أو البروفيسور مراد كواشي أستاذ علوم الاقتصاد. الجزء الثاني، مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. تحتفل الجزائر هذا العام بالذكرى 67 لتأميم المحروقات، وهي المناسبة التي مكنت الجزائر من بسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية ومنشآت النقل بالأنابيب واستغلال مداخيلها، وبفضل يعني مداخيل المحروقات بصراحة هي التي الجزائر الآن تأخذ مسارات التنمية الحالية. الجزائر حاليا تستغل أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز. قلنا بأنه أسعار الغاز والنفط مكن الجزائر من أن تكون فاعلا رئيسا في المعادلة الدولية، خاصة ما يجري مؤخرا من الأزمة الروسية والأوكرانية. نناقش هذا الأمر مع ضيفي البروفيسور مراد كواشي أستاذ العلوم الاقتصادية عبر خدمة السكايب. مرحبا بك بروفيسور. بمناسبة تأميم المحروقات، هل حان الوقت لاستغلال واستثمار قدراتنا النفطية والغازية بشكل جيد لتحقيق تنويع الاقتصادي المرجو أستاذ مراد كواشي؟ لأن المحروقات مهمة جدا لأي بلد في الماضي وربما الحاضر، ولكن المستقبل يبقى غامض يعني، والتجارب ليست ببعيدة. أستاذ مراد كواشي تفضل. مساء الخير لك أخي زكي، تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. حالة الأمر، الجزائر خطت خطوات عملاقة في تطوير إنتاجها من المحروقات، سواء كان ذلك بترول أو غاز. فمثلا في سنة 2022 صادرات الغاز الجزائرية بلغت تقريبا 56 مليار متر مكعب. في هذا العام سنة 2023 الرئيس تبون أمر الشركة الوطنية سوناطراك بضرورة زيادة صادراتها من الغاز بحوالي 100 مليار متر مكعب، وهذا للاستفادة من الظروف الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم والسوق الطاقوية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. تعلم جيدا أن هناك شح في الطاقة الآن على مستوى العالمي نجم معه ارتفاع كبير في أسعار خاصة الغاز والبترول. الجزائر راجعة عقودها مع شركائها ومع زبائنها خلال هذه السنة. أعتقد أن الجزائر اليوم أصبحت ورقة قوية هامة، هي تزود الدول الأوروبية بحوالي 12% من حاجياتها الطاقوية، تحتل بذلك المرتبة الثالثة من ضمن قائمة أكبر موردي أوروبا بعد روسيا والنرويج. لكن جاء أعتقد أن الآن الفرصة سانحة للتفكير بجدية في كيفية استغلال عائدات صادراتنا من المحروقات في تحقيق التنويع الاقتصادي ووضع قاعدة اقتصادية، لأنه كما قلت سابقا أن السوق الطاقوية لا تؤتمن. الآن أسعار الغاز والنفط مرتفعة، وربما بعد مدة قصيرة أو بعد أن تضع الحرب الروسية الأوكرانية أوزارها ستتهاوى أسعار البترول. لذلك يجب على الحكومة الجزائرية وضع استراتيجية واضحة للتنويع الاقتصادي من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية أخرى
خلاقة للقيمة على غرار القطاع الصناعي ولا قطاع المناجم، قطاع الخدمات، قطاع الفلاحة. فعلا للأسف الشديد مثلا القطاع الصناعي فعلا. أستاذ بروفيسور مراد كواشي، 5% قطاع التعدين وقطاع المناجم مساهمته 1%. إذا حان الوقت الآن للاستفادة من أخطاء الماضي ووضع قاعدة صحيحة للتنمية الاقتصادية. وأيضا هذا الكلام يعزز يعني رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، الذي ذكر بأنه تعبئة مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وفي مقدمة بناء اقتصاد عصري قوي يقوم على الشفافية والتنافسية ويطلق المبادرات والأفكار لخلق الثروة ومناصب الشغل، مع الحفاظ بطبيعة الحال على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. إذن يعني الرئيس تقريبا يلح بشكل كبير ومنذ قدومه ومنذ انتخابه على ضرورة بناء اقتصاد قوي، لأنه في وقت سابق كما ذكر الرئيس لم يكن لنا اقتصاد يعني، واستغلال أنه هذه في الأزمة الطاقوية الحالية أن الأسعار، أو ليست أزمة يعني بالنسبة لنا على الأقل، نحن نحمد الله أنها جرت كل هذه لأنه الأسعار ارتفعت بشكل كبير وساعدتنا. اقتصاد قوي ضروري جدا أستاذ مراد كواشي. نعم بالتأكيد، كما قلت لك، لأن التجارب أثبتت لنا أن الاعتماد على الاقتصاد الريعي هو مخاطرة كبيرة جدا. في يوم من الأيام الجزائر حققت احتياطات هامة من العملة الصعبة وأريحية مالية كبيرة، لكن مثلا في سنة 2000 منذ 3 سنوات تهاوت أسعار البترول إلى 12 دولار للبرميل، وأصبحت وقعت الدولة الجزائرية آنذاك في مأزق وفي ورطة حقيقية يعني. إذن يجب الاستفادة من أخطاء الماضي، يجب العمل على جميع الجبهات واستغلال جميع أوراق الجزائر الرابحة. كما قلت مثلا قطاع التعدين، وسبق لي وأن أجريت معك حصة على هذا المنبر، تكلمنا على قطاع التعدين والمعادن في الجزائر، مازال استغلال هذا ضعيف، نتكلموا على الذهب، نتكلموا على النحاس الى غير الفوسفات الى غير ذلك. نتكلموا مساهمه قطاع التعدين في الجزائر 1% تساهم في الناتج الوطني الخام، نفس الشيء القطاع الصناعي لا يتجاوز 5%، الصناعه الجزائريه ما زالت ضعيفه للاسف الشديد، والرئيس تنبون امر بان على الاقل ترتفع نسبه مساهمه القطاع الصناعي في الناتج الوطني الخام، ترتفع الى على الاقل 15%. نفس الشيء القطاع الفلاحي، الجزائر من اكبر المستوردين للحبوب وللقمح خاصه وللحليب ايضا على المستوى العالمي. إذا أعتقد أنه إذا كان في قطاع الطاقة الجزائر، أعتقد أنه من خلال شركة سوناطراك أنها تسير في الطريق الصحيح. في عام 2022 شركة سوناطراك حققت 12 اكتشاف، الجزائر من خلال هذه الاكتشافات الطاقوية المؤكدة استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الاكتشافات. سوناطراك تحتل المرتبة 12 عالميا، هي الأولى إفريقيا. أعتقد أن هناك بوادر حتى لتصدير الكهرباء إلى أوروبا. الآن الجزائر تنتج تقريبا 25 ميجاوات من الكهرباء، وأما الاستهلاك هو 17. نقدر نصدر حوالي 9 ميجاوات إلى إيطاليا عبر كابل البحري من عنابة إلى صقلية الإيطالية. هناك تفكير في إنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء الجزائرية، لأن الكهرباء للأسف تنتج 99% منها باستخدام الغاز. هناك أيضا أستاذ في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لكن في القطاعات الأخرى أعتقد أنها ما زالت دون المستوى. التنمية في الجزائر لا تسير بنفس السرعات. قطاع الطاقة الحمد لله جيد جدا، لكن قطاع الصناعة الفلاحة وحتى التجارة للأسف الشديد ما زال ضعيفا. أيضا هناك مجال آخر، قضية الطاقات الجديدة أو الطاقات البديلة، الطاقة الشمسية. ذكر الرئيس في رسالته اليوم قضية تطوير الهيدروجين، تكلم على أيضا تطوير قطاع المناجم، وخصصنا حصة معك أيضا أستاذ كواشي على قضية المناجم والخيرات والإمكانات التي تحوز عليها الجزائر. الطاقة البديلة أيضا والذهاب إليها ضروري جدا أستاذ مراد كواشي، والجزائر لها الإمكانات في هذا الأمر.
نعم بالتأكيد. شركة سوناتراك خصصت ميزانية ضخمة تقارب 40 مليار دولار 40 مليار دولار، ميزانية تفوق ميزانية بعض الدول الإفريقية لتطوير عملية الإنتاج والاستكشاف للطاقات الأحفورية، وهذا خلال سنة خلال فترة 2022-2026 خلال فترة 5 سنوات من أجل تطوير عملية إنتاج واستكشاف الطاقات الأحفورية كما قلت الغاز والبترول، وأيضا تطوير عملية إنتاج الطاقات البديلة وكيفية التحول الطاقوي وإنشاء نسيج طاقوي، لأن هذا هو مستقبل الطاقة في الجزائر. الصحراء الجزائرية كبيرة وكبيرة جدا، يمكننا أن ننتج الطاقة الكهربية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، يمكننا أن نصدر الكهرباء إلى كما قلت الجزائر، يمكن أن تصبح بطارية لأوروبا ككل. الآن رانا كاين مشروع لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا، كاين مشروع لتصديرها إلى تونس وإلى ليبيا، وهناك مشاريع أخرى حتى لتصدير الكهرباء إلى إفريقيا. وتصدير الكهرباء هو في قيمة مضافة، لأنك أحسن ما تصدر الغاز كمادة خام راح تحوله هنا إلى إنتاج كهرباء وتصدر الكهرباء وتربح قيمة مضافة وتربح توفير مناصب عمل. هناك أيضا إمكانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حتى الغاز الصخري الجزائر عندها احتياطي ربما في المراتب الثلاثة الأولى عالميا، وإنتاج الغاز الصخري أصبح لا يستخدم بتكنولوجيات المضرة بالبيئة، بل بالعكس الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية تم تطوير تكنولوجيات يمكن من خلالها إنتاج الغاز الصخري من دون الإضرار بالبيئة. وهنا شركة سوناتراك عندها برامج كبيرة مع كبريات شركة الطاقة العالمية، تكلموا على إيري الإيطالية، تكلموا على توتال الفرنسية، وتكلموا على أوكسيدونتال الأمريكية، دارت برامج تقريبا بميزانية 4 مليار دولار من أجل تعزيز قدرة الحقول على الإنتاج، وأيضا إنتاج الطاقات البديلة أو النظيفة. وكما قلت أن هناك تطوير لتكنولوجيات كبيرة في مجال إنتاج الطاقات البديلة. إذا الجزائر تعمل على محورين، المحور الأول هو زيادة إنتاج الطاقات الأحفورية غاز وبترول من أجل الاستفادة من ما يحدث الآن على مستوى السوق الدولية، وأيضا الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها الأوروبيين. والشق الثاني هي وضع استراتيجية، وهذا أستاذ بروفيسور مراد كواشي، بديلة ومتجددة على غرار الطاقة الشمسية. نعم، وهذا ما أثبتته هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، أن الجزائر يعني شريك موثوق فيه، حيث أنها لم تتأخر ولا مرة في إمداد من تتعامل معهم بالطاقة بالغاز وغير ذلك، رغم أنه البعض كان يشكك في أن الجزائر شريك أو يحاول إثارة هذه النقاط لدى الغرب، خاصة لأن الجزائر تمولهم بشكل كبير. هذا ما أثبتته أيضا الأزمة الطاقوية الروسية، أن الجزائر شريك موثوق فيه ولا يتخلف على أصدقائه ولا على شركائه. نعم بالتأكيد، وخير دليل على ذلك أنه بالرغم من توترات سياسية التي حدثت خلال هذه السنة بين الجزائر ومدريد، إلى أن الجزائر استمرت في تزويد إسبانيا بكل ما تحتاجه من الغاز، والجزائر وفت بجميع التزاماتها الغازية اتجاه إسبانيا. وفي الجهة المقابلة الجزائر رفعت حتى من حجم صادراتها الغازية إلى إيطاليا بحوالي 4 مليار متر مكعب. الجزائر الآن تصدر إلى إيطاليا تقريبا ما يقارب 30 مليار متر مكعب، وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر تونس إيطاليا وصل تقريبا إلى مرحلة التشبع، وهناك تفكير لإنشاء خط جديد يربط بين الجزائر وإيطاليا، وهذا بشكل موازي مع الكابل البحري الذي سينقل أيضا الكهرباء، لأن المسافة بين الجزائر وإيطاليا مسافة قصيرة جدا حوالي 250 كيلومتر، يمكن إنشاء كابل أيضا بحري لتصدير الكهرباء كما قلنا بين عنابة وصقلية الإيطالية. والجزائر ستجعل مستقبلا على من إيطاليا منصة لتوزيع الغاز الجزائري، وهذا نتيجة توافق الرؤى السياسية بين قيادتي البلد. أستاذ في الطاقة أيضا، هل علينا أيضا استغلال كل الخيرات وتوسيع دائرة الاستكشافات في مجال البترول والغاز أكثر لاستغلال هذا الظرف الذي ربما يعني يساعد الجزائر بشكل كبير، مدام أن الأسعار مرتفعة ومدام أنه أسعار المحروقات تعتمد عليها الجزائر بشكل كبير في موازنتها؟ هل علينا يعني أن نذهب في استكشافات أكبر واستغلال أكبر وأكثر لهذه الموارد؟
نعم بالتأكيد، وهذا ما حدث يعني خلال هذه السنة. الجزائر بعدما صدرت تقريبا 56 مليار متر مكعب من الغاز خلال سنة 2022، الرئيس تبون أسدى أوامره لشركة سوناطراك من أجل رفع صادراتها في سنة 2023 إلى ما يقارب 100 مليار متر مكعب. وعندما نقول هذا يعني أنه لديه وثائق تبين أن أو تقارير علمية تبين أن الجزائر يمكنها تحقيق هذا الرقم بأريحية تامة. الجزائر حاليا تنتج تقريبا 102 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، للأسف تقريبا نصفه يستهلك محليا والنصف الآخر يصدر. هذا الآن على سوناطراك أن ترفع وتيرة صادراتها إلى تقريبا 100 مليار متر مكعب، وهذا يمكن تحقيقه نتيجة الإمكانيات الكبيرة التي أصبحت تحوزها سوناطراك، وأيضا نتيجة الاستكشافات الحقيقة التي حققت خلال هذه أو خلال العام الماضي خلال سنة 2022. كما قلت لك سوناطراك حققت 12 اكتشاف طاقوي مؤكد، وحتى في مناطق غير تقليدية مثلا فيما يتعلق بالنفط، الجزائر معظم حقولها متركزة في منطقة الجنوب الشرقي. الآن تم اكتشاف حقول في منطقة الجنوب الغربي، وحتى الغاز تم اكتشاف احتياطات كبيرة قرب منطقة حسي الرمل، وبالتالي فإن هناك سهولة كبيرة لتصدير واستخراج هذا الغاز وتصديره ورفع حجم الصادرات من الغاز. لذلك أعتقد أنه على الجزائر يجب أن ترفع من سقف صادراتها للاستفادة مما يحدث الآن على المستوى الدولي ومستوى السوق الطاقوية بشكل عام، وأيضا الاستفادة من العائدات الطاقوية لتمويل مشاريعها. والرئيس ايضا بروفيسور مراد كان في وقت سابق قال بان الاهتمام بالشق الاجتماعي هذا يتطلب تمويلات كبيره. والرئيس في وقت سابق بروفيسور مراد ذكر بانه يجب الرفع من قيمه صادرات الغاز الى 100 مليار متر مكعب. نحن ننتج حاليا الان 102 تقريبا مليار متر مكعب، نصف يذهب الى صادرات ونصف نستهلكه. ضرورة أيضا الرفع من صادرات الغاز أستاذ بروفيسور، خاصة وأن أسعاره أيضا يعني ما شاء الله مرتفعة. نعم ضرورة الرفع من صادرات الغاز، وهذا يتأتى من زيادة الإنتاج أولا، وثانيا ترشيد الاستهلاك المحلي، لأن نصف ما ننتجه حوالي 102 مليار دولار 102 مليار متر مكعب من الغاز يستهلك محليا. يجب ترشيد عملية الاستهلاك المحلي أولا، وثانيا يجب أن يكون الاستهلاك المحلي معتمد على الطاقات البديلة، على الطاقة الشمسية. مثلا في الصحراء إلى غير ذلك يكون استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الغاز في عملية في الاستهلاك المحلي. إذن كما قلت بأن التوجه واضح على المستوى الطاقوي، الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الطاقوية في السوق الدولية. هناك مشاريع هامة وهامة جدا، لكن الآن يجب على القطاع أخرى أن تتحرك وأن تسير تقريبا بنفس سرعة القطاع الطاقوي. نتكلم عن القطاع الصناعي، نتكلم عن القطاع التحويلي، نتكلم على القطاع الفلاحي، القطاع التجاري. يجب أن جميع القطاعات الأخرى تسير القطاع الطاقوي، وأن نذهب نحو اقتصاد متنوع. نعم. لأن كما قلت الوفرة المالية الناجمة عن ما يحدث الآن في السوق الطاقوية هي أمر قد يكون مفخخا. نعم. يجب عدم وضع الأمان في السوق الطاقوية، يجب بناء اقتصاد متنوع في أقرب وقت ممكن. اسمح لي بروفيسور مراد أن أخذك إلى نقطة أخرى تماما، بعيدا عن الطاقة وبعيدا عن البترول والغاز. جاءت هذه العبارة في اليوم في رسالة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تأميم المحروقات، ذكر بأنه عملنا على تعزيز مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة بإجراءات وتدابير غير مسبوقة، استحدثنا منحة البطالة، رفعنا من مستويات الأجور، وما زلنا نسهر على حماية القدرة الشرائية من خلال محاربة المضاربين ومفتعلي الندرة الذين يتحينون الفرص لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة ونحن على
أبواب شهر رمضان المبارك. رئيس بروفيسور مراد للمرة تقريبا الثانية في ظرف أسبوع يذكر بأن هناك من يتحينون الفرص وعصابات ومافيا الأسواق تحاول زعزعة استقرار السوق لضرب الاستقرار الاجتماعي. كيف ترى هذه النقطة أستاذ في قضية حماية القدرة الشرائية، محاربة المضاربين، وهذه النقاط في دقيقتين أستاذ مراد كواشي لأن الوقت انتهى؟ نعم، أعتقد أن الرئيس وصلته تقارير مؤكدة على أن هناك ارتفاع، للأسف ارتفاع فاحش للأسعار. هذا الارتفاع حتى في مواد أساسية، في الخضر، في الفواكه، أصبح وفي اللحوم وفي البيض وفي إلى غير ذلك، أصبح يثقل كاهل المواطن البسيط. ارتفاع وندرة أيضا في بعض المواد الأساسية، نتكلموا على حليب الأطفال، نتكلموا على بعض الأدوية. أعتقد أن مسؤولية مشتركة، هناك جشع للتجار، هناك سلوك بعض المواطنين، وهناك أيضا الوزارة المالية، وزارة التجارة، وربما كبح عملية الاستيراد بشكل مبالغ فيه أثر على وفرة بعض المواد الأساسية. نتكلم على حليب الأطفال، نتكلم على بعض القطاعات الأخرى، نتكلم على المواد الأساسية تستخدم في داخل المصانع والمؤسسات الوطنية. إذا أعتقد أنه يوجد ما كانش قد الاعتدال، يجب أن نكون معتدلين. يعني نحن ضد الاستيراد بشكل مفتوح بشكل مواد لا نحتاجها، ولكن الكبح وغرق الباب بشكل مفرط يكون عنده اثار على المواطن وعلى السوق الوطنيه. اذا اعتقد ان الرئيس تبون الان وعنده تقارير مؤكده على ما يحدث داخل السوق الوطنيه. بروفيسور مراد، رغم انه بروفيسور مراد الاجور، لكن بروفيسور مراد اثقلت كاهل المواطن. نعم بروفيسور مراد، ايضا في 30 ثانيه، قضيه الاستيراد، الرئيس لم يأمر بمنع الاستيراد كلية وإنما بتنظيم قطاع هذا، أو ينصح التعبير نسميه قطاع الاستيراد أو مجال الاستيراد. مش ممكن أننا نعتمد فقط على الصادرات لأننا سننعزل عن العالم، وبالتالي يقول لك هذه الدولة اللي تبيع لنا فقط وما تشريش من عندنا، احنا ثاني ما نجيش نشرو. هذا هو المنطق التجاري لأنه مش عايش. تعليقك أيضا بروفيسور. نعم أخي العزيز، كل دول العالم تستورد وما كانش دولة تنتج كل ما تحتاجه. يجب، هناك مواد لا ننتجها، يجب أن نستوردها لتحقيق ربما أو الدفع بالعجلة الاقتصادية. كبح عملية استيراد بعض المواد التي تنتج التي لا ننتجها أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن. أعطيك مثال فقط، أنا أنتمي إلى مدينة تجنانت. مدينة تجنانت فيها مئات من ورشات النجارة بسبب كبح عملية استيراد الخشب. هذه الورشات أغلقت جميعا، الآلاف من العمال ربما فقدوا مناصب عملهم. مادة الخشب للأسف لا ننتجها، وتم كبح عملية استيرادها مما أثر سلبا على سوق العمل وعلى المواطنين. شكرا جزيلا بروفيسور. نعم، يجب النظر إلى عملية الاستيراد بنظرة حكيمة وسياسة حكيمة. واضحة جدا الفكرة التي ذكرتها في قضية الخشب وربما بعض المواد الأخرى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب الأستاذ العلوم الاقتصادية البروفيسور مراد كواشي. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي لطي حلقة اليوم، حلقة الخميس. غدا الجمعة، نلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله. جمعة مباركة ويومكم سعيد، وإلى اللقاء.